السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة بقى إن شاء الله كده أنا بصور لكم المطبخ بتاعي. في ناس كتير قوي كانوا حابين يشوفوا المطبخ بتاعي اللي أنا بشتغل منه وبصور منه، فأنا النهاردة قررت يعني إن أنا أوريكم المطبخ بتاعي كده. المطبخ بقى العجوز بتاعنا اللي بقاله 25 سنة متغيرش فيه أي حاجة. ما تعيبوش عليه بقى. مطبخ عجوز شوية يعني. كل سنة وانتم طيبين. أنا هنا بقى الفرن الكهرباء ده بتاعي اللي أنا بشتغل عليه، وتحتيه في ديب فريزر، وهنا في الغسالة بتاعتي، وهنا كده الحوض، ودي كده شوية من الأدوات بتاعتي معلقاها كده على اساس ان هي تسهل عليا الشغل بتاعي، تكون قدام عينيا. حاجات عجوزة بقى. المطبخ بتاعي ده عمره 25 سنة. انا شغلي كله بيكون من هنا، من الجزء ده كده. ده البوتاجاز العجوز بتاعي. وده الحوض العجوز بتاعي برضو. يعني الحمد لله رب العالمين، حاجات متواضعة يعني. دي بقى طرقة كده البلكونة، فيها سخانة وفيها شوية كراكيب كده بقى من بتاعة البيت، بتبص بقى على تحت على منور. الفرن بتاعي اهو، والغسالة بتاعتي، والديب فريزر بتاعي. أرجو بقى من ربنا إن مطبخي يعجبكم، ومحدش عايب عليه. المطبخ المتواضع بتاعي. كل سنة وحضراتكم كلكم بخير وطيبين، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني بإذن الله. يا ريت لو المطبخ بتاعي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.